الإسلام جاء بقطع الوساوس لأن الوساوس من الشيطان. الإسلام بين نور تأتي في الإسلام أو أكمل كان جلوك جلوم ريوت بو أجيو من تل سمسان نوم جد بو أجيو تي في كروكا من تل سمسان دا جيو من أخ جد نين أنا كي جي بركان بو دان موك بي شيطان. تعبد من أنت؟ تا نعين كروب نونا. تعبد الشيطان؟ تا جيو كروب شيطان. لا تعبد الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعبد الله سبحانه وتعالى الأصل أن تقطع الوساوس. لأن الوساوس من الشيطان. يوسوس لك الشيطان في الطهارة. شيطان بيموت فوق أيون رجع رجع من أجر نبيل أيون كم قوم سمع له في الصلاة نبنا سبحانه في الإيمان في التوحيد نبنا إيمان نبنا توحيد. إذا جاءتك الوساوس في الإيمان في التوحيد في ذات الله اعلم أن الشيطان يريد يفسد عليك هذا الإيمان. هذا دليل أن الإيمان هذا إيمان صادق ويريد يفسد عليك الشيطان بهذه الوساوس. إيمان ربع يوم نوح من ذلك إيمان ربع يوم كي جي إيمان بطبع جانتا يعني كي شيطان بيبو سلعان يوم جانتا يوم ترى تاكتنا بيوم. نعم هذا الشيخ مثلا كبر قال الله أكبر وديها تا شيخ نعني قوات تكبير تجبو الله سبحانه وتعالى دون جينها الله أكبر. فجاء إليه الشيطان الشيطان كبان مطاقي قال هل أنت متوضئ؟ شيطان مدار سبو كانتا نعين جوت سنبه يانكا جنة. ماذا يصنع الآن؟ هو كبر على يقين أنه متوضئ. كبر تكبير داوي تشيء حكيم ينتقسم بحيان. لو بدأ يسترسل يعني يمشي مع هذه الوساوس أو خرج من الصلاة هو آثم. باسن تشيء كيم ما سبحان داوي يقين بنان هاي تكبير بنان هاي هاي كي تشيء كي سبحان داوي سات الشيطان موجبه كي يجيكو من نساء توضأ وجاء إلى المسجد كي تلجو تسبحان هاي كي مو مسجد ثم بدأ يشق في الوضوء كراوي مو كي جمتان سانساي هاي كي من وضوء هل مسحت رأسي أو لا طيب نيوم ما تشوف ما نيوم رجع لو رجع وعاد الوضوء هو آذن باسن تشيء تلوك باسا كي سانساي تشوف ما لماذا؟ لأنه التفت إلى الوساوس والوساوس من الشيطان. والله أعلم.